أبشر. يمكن حمي راسك الحين على طاري يا اسلام يا سالم. نعم والشيوخ ما شاء الله ما عليك زود ما شاء الله. فيها الشيخ شديد بن مداح القحطاني عزمنا بهالفايت ونعم محله بالرياض، ويوم جينا يا طويل العمر قلت الفايت تقصد الاسبوع الماضي؟ اي الفايت يعني الاسبوع الماضي المبطي يعني المبطي إيه يعني تقريبا قبل يعني ما هي مدة محددة. لا لا الفايت يعني يمكن سنة يمكن شهرين. الله الله. يعني من أمس وأنت رايح إيه؟ لا لا يعني الفايت مبطي يعني من 4-5 شهور 6 شهور الحين إلى سنة تعرف. عزمنا على طاري العزائم والشيوخ، ويوم جينا الله العظيم إنك تعجب من كرم كالرجال وك كالعود اللي علومه كله تنومس الحمد لله. تنومس البعيد قبل القريب الحمد لله. جيناها يا طويل العمر على حفل استقبال والله العظيم انه شيء يشيب منه الراس. حضور حفاوة كرامة تحية يستاهلون. اي والله يستاهلون. فكتبت ابيات وانا رايح عد يوم جاء طاري القصيد يقول اللي وقفت اقف بقوه وعزم شديد، واللي ورد تارد المنهل وشيخ العدود اليوم يا اهل المرجله يا اهل الكرم والمرجله يوم عيد مشاهد العود وعياله وكل الوفود دعاني الشيخ جعل الشيخ عمره مديد اصلت والله لو بيني وبينها حدود متوكل بالله اللي كلنا لها عبيد سبحانه الواحد الفرد العظيم الودود يا ابو شديد ترى ما من قصيد جديد ما شاء الله. المدح فيكم تغلق من زمان الجدود والله لو انا كتبنا النادر من القصيد طيب القحاطين في كل الثواني يسود كل الثواني يزود جف قلمي مار ما جفت دمي الوريد والدم لو جف ياخذ له ليال ويعود عن حفلتك يا شديد والله ان ما احيد وانا رجل شريط طيب وتم الوعود عبيت كل التوانك من محطة سنيز يا ما تملت توانك موتري بل وقود سريت من خاطر طيب وقلب بليد في ليلة مظلمة تشبه القلب الحسود سريت لليلة همباس قوي وشديد ماني بساري العين مدلع والجعود وطويق ما هو حي بالرياضة السعيد هذا هو طويق قدام الملا والحشود عود باسه يطوع كل راس عنيد أسد ومن جبله رجال سواته الأسود ما هو بذاخر على شان الرفيق الرصيد من طيب راسه يعشق الطايلات ويجود لا جاله اللي قريب وجاله اللي بعيد ما يعترف بطلي ما يذبح إلا قعود عود يسطر لها التاريخ مجد تليد والنعم في لحية طيبة يبل الكبود مقدم وفارس ومحزم ما يكل ويبيد ويعنك ما هو بذاخر للمراجل جهود من روس قوم خذوا النعم من كل بيد قحطان 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 السطر والصمود قحطان قحطان والعربان فيها تشيد قحطان قحطان ما تحسب حساب أنقود قحطان قحطان وانت بغون قلنا مزيد قحطان قحطان مهلك تلعدى والحشود قحطان 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 الكلام السديد قحطان 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 الوفا بالعهود مطوعين الصعايب صاهرين الحديد مطلعين السجين مفككين القيود أجمل أبوي والذرفان وابو فهيد وشي يخص اخوة الحيزة حميته وذود قلته وانا من رجال بالجزيرة تسيد شمر على الطائلة وعلى الجبل والنبوة سلامة الله بشمر وقحطان ونعم لجميع القبائل والعوائل والله يبيض وجهك موقف يجمل وترى ترى الطيب يفرح بالطيبين ما بشك حتى لو انهم من ربع والله ما بشك يفرح بهم وما نقول الكلام ولا نعبر بهالمشاعر الا من مشاعر صادقه يعلم الله
بعض الناس يقول العدو الكفو خير من الصديق اللئيم. الله يعني هو عدو يوم انه كفو تنبسط انه كفو لانه راح يكون فيه شرف في الخصومه. لو ترفع المايك طال عمرك انك تكيت على المايك الله يعطيك العافيه. فاقول لك الكفو في كل قبيله وفي كل عائله وفي كل مدينه والله انك تفرح ما بس وعلم الحياه.